السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. بس قبل ما نبدا الفيديو عايز اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان اول لما ننزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. وغير عن كده قربنا نوصل ل 100000 مشترك، فايوه اشتراككم ونشر القناه دي حاجه بتساعدني جدا. ومره ثانيه حابب اقول لكم شكرا على دعمكم المستمر. دلوقتي بقى ندخل على طول في الفيديو. انا صحيت النهارده عامل حسابي ان انا اتفرج على الاوسكار، تمام؟ صحيت متاخر، الاوسكار كانت اوريدي بدات، قعدت ادور اتفرج عليها فين اتفرج عليها فين، ما عرفتش اتفرج عليها. ولكن اول خبر كده هو جالي في وشي، هوبا بلاك بانثر اخد 3 اوسكارات، الحمد لله. لو انتم متابعيني على تويتر انتوا عارفين ان انا عملت كام تويت عن الموضوع كده اهو. بعد كده بقى قلت ايه، طب خلينا نشوف ايه تاني حصل في الاوسكار. سؤال كان موجود عندي وهو ان مين اللي هيستضيف الاوسكار. احنا اتكلمنا على حوار كيفن هارت والمشاكل اللي حصلت معاه مع الاوسكارز وكده، فانا لحد دلوقتي ما كنتش عارف مين اللي مستضيف الاوسكار. طلع ان ما كانش في حد مستضيف الاوسكار اصلا، عملوا الحفله ال 91 بتاعه الاوسكار من غير هوست. كان الهوست كان لا، كل جايزه كده بيطلع كم شخص بيقولوا اسم الجايزه والفازين اللي هو بيحصل كل سنه، ولكن من غير هوست. فدلوقتي اعزائي المشاهدين يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في جوائز الاوسكار. افضل فيلم وثائقي قصير period end of sentences of sentence، اوكي نقطه ونهايه الجمله. ما اتفرجتش عليه ولا فيلم وثائقي من اللي انا اتفرجت عليهم السنه دي موجودين في الاوسكارز اساسا. بست ميك اب راح لفيلم فايس اللي هو بتاع كريستين بيل، ويعني الفيلم ده ما اتشهرش قوي ولكن ممكن نتكلم عليه في المستقبل. بست ساوند اديتنج فيلم بوهيميان ريابسودي، الفيلم اللي كان ممنوع واللي انا لسه لحد دلوقتي ما عرفتش اتفرج عليه. بست برودكشن ديزاين بلاك بانثر. بست فيلم اديتنج بوهيميان ريابسودي. اوكي ميك سنس. الحمد لله فيلم استار از بورن ما كانش اصلا مترشح، ان اتكلمت عليه قبل كده من ان بجد الايديتنج كان فيه غريب جدا. بس ايوه اللي فاز بالافضل ايديتنج هو بوهيميان ريابسودي. بست كاستيوم ديزاين بلاك بانثر. بيوتيفول. بست انيميتد شورت باو. ده بتاع بيكسار صح؟ يب هو بتاع بيكسار. اتفرجت عليه كان انهي قبل اي فيلم؟ تقريبا كان قبل فيلم انكريدبلز اتعرض الشورت فيلم ده. لذيذ جدا جميل. معرفش اذا كان ايوه لو عرفتوا اتفرجوا عليه بطريقه ما، يعني اتفرجوا عليه فيلم جدا كيوت كده اهو صغنون، وايوه يستحق المشاهده. بست فيجوال افكتس افضل خدعه بصريه خلينا نقول. فيرست مان بتاع ديميان شازيل. اتكلمت انا على فيلم فيرست مان ده، بس يعني افنجرز انفنتي وور كان مترشح، ريدي بلاير 1 كان مترشح، يعني اوكي مش هتكلم. بس ادابتد سكرين بلاي افضل سكرين بلاي تم الادابتيشن ليها عشان كنت تتحول لفيلم، فيلم بلاك كلانزمان. اتكلمت لما اتكلمتش عليه هنا في القناه، اتكلمت عليه في فيديو الريفيو بتاع اخر السنه بتاعي. تمام ما عنديش مشكله مع فيلم بلاك كلانزمان، كان فيلم لذيذ بس يعني شويه اوفر شويه، بس ماشي هنعديها. بست اوريجينال سكرين بلاي فيلم جرين بوك، لسه ما اتفرجتش عليه لحد دلوقتي. فيلم جرين بوك ده يعني من الافلام اللي هي فعلا اتعملت عشان تاخد اوسكار، يعني لو لاحظتوا نزل في اخر السنه بالظبط الاوقات اللي افلام الاوسكار بتنزل فيه، وهو بس نازل ولا يهمه ولا جمهور ولا حاجه، لا نازل عشان الاكاديمي تشوفه يقعدوا يديله اوسكار. فيعني لينا كلام فيه في المستقبل. دلوقتي بقى نروح للجائزه اللي بعدها وهي فورين لانجويج فيلم، افضل فيلم اجنبي. واللي واخد الجائزه ده الجائزه دي فيلم روما. انا تقريبا اني بقى انا اللي كنت متلخبط في الموضوع ده. فيلم روما ما كانش مترشح لبست بيكتشر، كان مترشح لبست فورين لانجويج فيلم. فيعني طب اشمعنى، طب ليه، طب هو واخد بس سينماتوجرافي مع الافلام التانيه، طب ليه ما تعملوش كفيلم لوحده، مش لازم يعني. بس ماشي فيلم روما زي ما قلنا قبل كده فيلم فني جدا جدا، فايوه يستحق الاوسكار. بس دايركتور الفونزو سيرون. اها ما هو دلوقتي واخد مع روما في ايه يعني، ده المخرج بتاع روما وبتاع روما واخد افضل مخرج. طيب ليه اللخبطه دي، انا مش فاهم. طب لو كده ما دام هتدخلوا روما مع الافلام العاديين كنت تسيبوا الافلام الاجنبيه التانية واحد منهم ياخد فرصه، ممكن ياخد جايزه. بست انيميتد فيتشر وهو تقريبا الاختيار الوحيد من كل الحاجات دي اللي انا متفق معاها، سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. وهو تقريبا ايوه سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس هو اعلى فيلم تقييما من سنه 2018، واخد دلوقتي على اي دي بي 8.4 حاجه زي كده، هو اعلى فيلم تقييم 8.4 8.5، بعديه على طول افنجرز انفنتي وور.
بست سبورتنج اكتر مارشال علي من فيلم جرين بوك، الفيلم اللي معمول عشان ياخد اوسكار. بست اكترس اوليفيا كولمان بتاعت فيلم ذا فيفوريت، ماشي انا مع الاختيار ده مفيش اي مشكله. بست اكتر رامي مالك، ابن بلادي بوهيميان رهابسدي اللي دلوقتي كل الناس طالعه بيه ان هو ايوه انت مشرفنا مش عارف مين. على فكره في السبيتش اللي هو قاله قال انا يعني فيرست جينيريشن ايجيبشن امريكان، يعني انا يعني ابوه وامه مصريين ما عندناش مشكله، بس هو امريكي يعني. اوكي مش معناه ان هو قال كلمتين في البريس كونفرنس بعد كده انه خلاص نحط في ايه، هو الراجل لوحده، هو انسان لوحده، مش لازم تربطوه له لا احنا ده بيمثل كل المصريين وبتاع، يعني بالحب يا جماعه في ايه، خلوا الراجل يفرح بنفسه كده اهو. ونروح اللي بعده، البست اوريجينال ميوزك سكور، احسن سكور بقى، احسن مزيكا بقى، بلاك بانثر. هو يعني لازم تدوا له اوسكار؟ لازم يا 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 بتوع الاوسكار يا هوليوود انتوا تبينوا يا جماعه، شوفوا ده احنا ازاي تقدروا تقولوا علينا ان احنا عنصريين، احنا مدين بلاك بانثر 3 اوسكارات يا جماعه، يعني في ايه؟ يعني انت عندك في السنه دي ذات نفسها فيلم استار سبورت اللي هو فيلم موسيقي كامل لوحده، عندك بوهيميان رهابسدي الفيلم موسيقي كامل برضه وكل ده، ولا الاحسن سكور هو بلاك بانثر؟ مالك يا عمي، هو المزيكا بتاعته حلوه بلاك بانثر. ولو هنتكلم بقى على سكور فعلا بجد من غير هزار، فيلم بلاك كلانزمان كان ليه سكور ابن لذينه على فكره، وهو يعني كنت تدوا لي بلاك كلانزمان برضه مش هيقولوا عليكم عنصريين لو اديتوا لي بلاك. المهم بعد كده عندنا بس ساوند ميكسنج بوهيمير رهابسدي، تمام مفهوم جدا. وعندنا بست اوريجينال سونج شالو اللي في فيلم استار سبورن، اختنا ليلي جاجا اللي اسمها الحقيقي ستيفاني باين، هي اللي اخذت البتاع ده، يعني جود فور هير، ما فيش مشكله تاخدها، فيش اي مشكله. الحاجه بقى الوحيده اللي انا مضايقاني هنا هو ان اول ذا ستارز اللي هي الاغنيه بتاعت فيلم بلاك بانثر، لو كانت الاغنيه دي هي اللي اخذت الاوسكار انا مش هيكون عندي اي مشكله. لا ماشي دي دي ادوها اوسكار مفيش اي مشكله، بس الحاجه الوحيده اللي هي فعلا تبقى الناس تفهمها ان هي تاخد الاوسكار ما ادوهالهاش الاوسكار البلاك بانثر، لا راح مدينا الستارز بورد. What are you doing man؟ وعندنا افضل فيلم في السنه، فيلم جرين بوك اللي ما حدش شافه لحد دلوقتي اصلا. فايوه الاوسكارز 2019 كانت حاجه هتتحط في التاريخ كده اهو، كحاجه مش مفهومه بجد، حاجه مش مفهومه، يعني ايه اللي حصل في الوقت ده ان يحصل كل الحاجات دي مره واحده؟ يعني لما يجوا يشرحوها كده هو بقى ان الناس تتفرج تقول ايوه الاوسكار ال 89 جميل قوي، الاوسكار 90 حلوه، بس هو ليه جيمي كيميل عمال يتكلم كتير على حوار عنصريه ومش عنصريه ومي تو وبتاع، هو مال ده بالسينما؟ ايه؟ اوكي اوسكار 91 مفيش هوست اساسا للحفله، يا ترى ايه اللي هيحصل في السنه الجايه؟ وغير عن كده اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي في الفيديو ده. يا ترى هوليوود هتفضل تخلي نفسها بي سي اكتر، هتفضل تخلي نفسها بوليتيكلي كوريكت عشان ترضي الجماعات من الناس، ولا هتركز ان هي بس تشوف السينما؟ ده كل اللي احنا عايزين، ان احنا نتفرج على السينما بس، هنشوف اللي هيحصل. وغير كده اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتنشروا الفيديوهات بتاعتي على قد ما تقدروا، ده فعلا بيساعد، واشتركوا في القناه وشغلوا النوتيفيكيشن عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلكم على طول. لو عايزين تشوفوا اخر فيديو انا نزلته ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود فوق هنا، لو عايزين تشوفوا فيديو عشوائي جدا ممكن تضغطوا على الفيديو اللي موجود تحت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، سلام.